بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دي سمكات نوعها ايه؟ دي نفارة. نفارة من عيلة المرجان. ها ايوه. طب تفرق ايه عن المرجان في الشكل وال تفرق ان دي ده مرجان ابو قطر. ده مرجان يا جماعة ابو قطر. دي نفارة. ده مرجان ابو قطر. وده نفارة. ده الأتب بتاعه العالي ده. دماغ مختلفة عن دماغ النفارة. وانه اجود في الاكل المرجان ابو قطر. مرجان ابو قطر. بسم الله ما شاء الله. شيل انت عندك امانه يا جماعه. ادي المرجان ابو قطر. احجامه بتكبر تصغر نفس الشكل. نفس الشكل. النفاره تكبر تصغر برضو نفس الشكل. النفاره قلت لي كام كيلو فيها؟ النفاره فيها 80 كيلو. 80. والمرجان 120. 120. ربنا يحسن صومي ويوسع عليك يا رب.